وهاتفيا ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع من برلين فايق ديلو المحلل السياسي. أرحب بك سيد فايق بداية على شاشة أكسترا نيوز. إذن هناك اجتماع لوزير الخارجية القبرصي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، يعني من وجهة نظرك سيد فايق ما أهم ما سيركز عليه هذا الاجتماع، وأيضا ما الجديد الذي من الممكن أن يتخذ في ملف وقف الانتهاكات في شرق المتوسط؟ بداية تحية لكم ولقناتكم ولمشاهديكم إكسترا نيوز. نعم، هذا الموضوع الانتهاكات الدولة التركية أو الاستفزازات تجاه قبرص والبحر المتوسط، انا باعتقادي ان هذا الاجتماع يجب ان تكون هذا الاجتماع هو اجتماع يجب على هذا الاجتماع ان يناقش في عمق، لان عندما نقول استفزازات دوله تركيه انا اعتقد برايي ان ليس هناك استفزازات بل هي انتهاكات. هذه الكلمه بحد ذاتها استفزازات، بمعنى انها لم تتعمق، ولكن قضية قبرص وقضية التجاوزات الدولة التركية في البحر المتوسط هي قضية متعلقة في عمق التاريخ. أنا على ما أعتقد يجب أن يناقش في هذا الاجتماع نقاشا جديا، لأن أردوغان يخطط، وهو يخطط في نهاية الأمر هو في 2023، وهو مخططه بضم أو استقلال هذه الجزيرة عن اليونان. هو ما يسعى عليه أردوغان وليس باستفزازات، فهي احتلال، ويريد أن يحتل قبرص ثانية، وقد يتجاوز أكثر من ذلك. ولكن هذه الاجتماعات على ما أعتقد حسب ما أرى إن هي كل اجتماعات بمثابة تنبيه لأردوغان، كأنهم يقولون له إنها تناور وتلاعب باستفزازاتك أو تراجع في مواقفك، قد نخفف عنك في العقوبات الاتحاد الأوروبي. كل هذه التصريحات، عندما نرى مثلا على ذلك تصريحات وزير خارجية الأمريكية بومبيو، ويقول وهو يقر ويوبخ أردوغان دولة تركيا إنه أدى إلى تقويض حلف الأطلسي، بل هو عكس، وهو عكس ذلك، هو قد أدى سياسات أردوغان، استفزازات أردوغان تجاه شمال سوريا، تجاه قبرص، بحر المتوسط واليونان وفي العالم أجمع، كلها باتت جعل للحلف الأطلسي لا قيمة لها. ولذلك وهو يقول أدى إلى تقويض، ليس تقويض، أردوغان بهذه السياسات وانتهاكاته قد أدى إلى انتهاء حلف الأطلسي. وايضا وهو يسعى ايضا اتجاه الاتحاد الاوروبي ذلك، فلذلك نظام اردوغان الحزب العداله والتنميه الارهابيه منهجه منهج ارتباط، هو يسعى الى قضاء كل هذه المؤسسات المعتبره دوليا وكل هذه القوانين، فلذلك هذا ما سعى اليه. فانا اعتقد ان هذه الاجتماعات اليوم يجب ان يناقش بجذور عميقه. يعني هنا السؤال سيد فايق، توالي أو تلاحق الانتقادات الموجهة لتركيا سواء كانت في اجتماع حلف شمال الأطلسي أو هذا الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية القبرصي وأيضا اليوناني، هل هذا يعتبر مؤشر مثلا لتحرك دولي موحد ضد تركيا؟ أنا أعتقد أنا قد لانه في الايام القادمه قد يكون مواقف دوليه موحده، هي ليس على سبيل الخيار بل هم مجبرون الان. لماذا؟ لان هذا الخطر، هذا الناقوس الخطر الاردوغاني الارهابي الاخواني انتهاكات بدا يدق ابواب كل العالم، بل الان هو الخطر الاهم يدق على ابواب اتحاد الدول الاوروبيه. فلذلك قد نرى وهم مجبرون يعني ان يتوحدوا مواقفهم وان يتخذوا مواقف جديه ضد اردوغان، وليس اقوالا بل افعالا جديه، لانه وان لم يفعلوا هذا هو لقد بدا ملامحه هذا الاثر في داخل الدول الاوروبيه، على سبيل المثال في نمسا، في فرنسا، الان في المانيا هناك نقاشات واسعه ما
ما مدى خطورة أردوغان وأحزابه وكل السياسات. إذا سيد فايق، يعني مع كل هذه الخطورة والانتهاكات اللي تقوم بها تركيا وأيضا أردوغان، لما لا نرى حتى الآن جبهة موحدة ضد تركيا حتى داخل حلف شمال الأطلسي أو الناتو؟ ايضا هو لا فرق الان. قد نرى ايضا هو في الايام القادمه بمجيء الرئاسه الامريكيه الجديده، ايضا اردوغان الان قد نرى هو تلاعبات وتجهيزات اخرى. قد نرى ايضا في الحلف الاطلسي ايضا بعد ان تتغير رئاسه الدوله الامريكيه الجديده تاتي تستلم، وهو اردوغان خائف من هذا. قد نرى ايضا موقف موحدا في أيام القادمة في الحلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي على سبيل الإجبار، لأنه بدأ انتهاكات أردوغان، أنا أعتقد لم يبقى هناك على وجه الأرض أحدا يحمي أردوغان بكل هذه الانتهاكات، لأنه بدأ انتهاكاته شمل كل العالم، الكرة الأرضية بأكمله. سواء تكلمنا هو لا يملك، يعني هو لا احد يحمي اردوغان سيد فايق، ولكن ما يحصل بانه اردوغان لديه كان اوراق للضغط مثلا على اوروبا، او الضوء الاخضر اللي اخذه من الولايات المتحده الامريكيه سابقا، يعني يمتلك اوراق للضغط ان كان ملف المهاجرين وغيرها. هل ما زال اليوم بامكان اردوغان استخدام نفس وذات هذه الاوراق مع تغير الاداره الامريكيه او حتى مع كشف كل اوراقه للمجتمع الدولي؟ انا على ما اعتقد عندما يبدا الاستلام الرئاسه او الحكم في رئاسه الدوله في الولايات المتحده الامريكيه قد تتغير ايضا، قد ينسحب كثير من الاوراق في يد اردوغان. وعلى سبيل المثال واحده من الاوراق هي ملف اللاجئين، ملف اللاجئين الكبرى المتعلقه في السوريين. الان نرى هناك ملامح ونقاش انه بالوقوف على ملف السوري وبإعاده المهاجرين سواء كان في تركيا وغيرها. قد نرى في الايام القادمه ايضا في ضعف هذا الملف صاحبي من أردوغان، وهناك ملفات كثيرة قد يفقدها أردوغان. حتى نرى أن هناك ملفات، على سبيل المثال قد نرى هناك في تغيرات في ملف القطري أيضا هناك. لذلك على ما اعتقادي أردوغان هو على حافة القبر. طيب. هو على حافة القبر بكل سياساته، وكل الملفات سوف ينسحب منه، وهذا بدأ ملامحه نراه في الأيام القادمة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد فايق ديلو المحلل السياسي على كل هذه المعلومات.